أعزائي السادة المشاهدين، عدنا إليكم بعد الفاصل عشان نكمل نقاشنا عن الكاحل مع أستاذ دكتور ياسر عبد الفتاح، أستاذ جراحة العظام بكلية طب قصر عين. دكتور ياسر، بيت تدينا بقى صورة مفصلة كده الأول عن إيه هو الكاحل وإيه العظام اللي فيه. تمام. مفصل الكاحل عبارة عن مفصل بيتكون من عظمتين، العظمتين دول فوق وفي عظمة تحت، ويمثلوا مفصل إلى حد ما ثباته كويس. الفكرة بس إن هو محتاج ثبات أكتر بالأربطة اللي حواليه، ففي ربنا خلق لنا أربطة داخلية وخارجية، وأربطة تمسك العظمتين بتاع القصبة والشظية مع بعض عشان يعملوا حاجة متماسكة جدا تقدر تستحمل وزن الجسم اللي هو 50% من وزن الجسم متحمل عليه على مفصل صغير، غير مفصل الركبة غير مفصل الفخذ، مفاصل إلى حد ما حجمها كبير، لكن مفصل الكاحل يتميز بصغر حجمه وفي نفس الوقت القوة اللي عليه والتحميل اللي عليه عالي جدا، فعشان كده في أربطة كتير. لو نقدر نشوفها في الصورة، نشوف كده الصورة الأولى بعد إذنكم. الاربطه، في اربطه في الصوره الشمال، اربطه من الجنب الخارجي، وفي اربطه من الجنب الداخلي في الصوره اليمين، وفي الاربطه الاماميه اللي هي بتربط العظمتين ببعض بالصوره التحتانيه، في عظمه القصبه وعظمه الشظيه، عظمتين واحده كبيره وواحده رفيعه متماسكين باربطه. الرباط ده مهم جدا، هيجي ذكره في الحديث في ايه في في في, في الخطوه اللي جايه ان شاء الله. اوكي تمام. الصوره الثانيه، الصوره اللي بعدها، هاي الصوره الثانيه. الكاحل ايه اللي بيحصل له؟ ممكن يتعرض للالتواء، الالتواء ده قد يكون التواء خارجي او التواء داخلي. لو شفنا الصوره الفوقانيه فده التواء ايه؟ خارجي. لما يحصل التواء الرجل لفت لجوه فتبتدي الاربطه اللي في الجنب الخارجي اللي موجوده تتقطع. يعني ايه رباط اتقطع؟ الرباط اتقطع بشكل من الثلاثه زي 1 2 3، يا اما يتشد شده خفيفه نعتبر ان هو زي قطعه استك خفيف، الاستك ده انا شديته ابتدي يحصل فيه نقطه صغننه كده يحصل فيها ايه؟ قطع خفيف. بعدين يبقى قطع جزئي، بعدين يبقى قطع كامل ويتحول الى قطعتين بعاد عن بعض. فده كلمه ان يعني ايه رباط اتجزع او رباط اتقطع. لو الرجل لفت بالشكل العكسي وهو الاقل، ان الرجل تلف العكس يحصل قطع في الجهه الداخليه، فعلى حسب لفه الرجل في اي اتجاه بيبتدي يحصل قطع فين؟ في احدى الاربطه. دول الاشهر شيوعا اللي هو 1 و2، واول واحد ده اشهر واحد على الاطلاق. في نوع تاني خالص بقى اللي هو انا رجلي على الارض عاديه لكن جسمي كله لف على رجل ثابته. لما الرجل تلف على رجل ثابته يبتدي العظمتين اللي بيمثلوا العظمتين الفوقانيين بتوع مفصل الكاحل الشظيه والقصبه يبتدي يفصلوا عن بعض، يبتدي يحصل حاجه اسمها اصابه كاحل او اصابه اربطه الكاحل من النوع العالي شويه. النوع العالي ده كتير جدا بيعدي على ناس كتيره، وده النوع اللي بيسبب مشاكل وبنشوفه كتير قوي، بيسبب مشاكل لسنين الا لو تم التشخيص بدري وعرفنا ايه نشخصه كويس ونعالجه بحزم الى حد ما حزم شديد. الصوره اللي بعدها، طيب دي صورة اللي على الشمال، دي صورة واحد عنده لون كده في الرجل في المنظر ده، فده يبدو ايه ان في اصابة جامدة، فعشان كده بنقول لا ده خلاص الانسان ده محتاج ايه يروح للدكتور يكشف. ممكن نعمل اشعة وممكن لا على حسب الفحص الاكلينيكي، في بعض الاحيان بيبقى الفحص الاكلينيكي كافي مش محتاج ان انا اعمل اشعة. العلامة الجامدة دي معناه ان في اصابة الى حد ما جامدة قد تكون من الدرجة التانية او التالتة زي ما شفنا، ان في حاجة اتقطعت، الحاجة اتقطعت جاب الدم، الدم يبان بالشكل اللي حضرتك شايفه في الصورة. هو كأنه مزرق كده او اول حاجة نرفع رجلينا على حاجة عالية، نقلل استخدام رجلينا، نعمل كمادات تلج، الحاجات اللي كلنا عارفينها، تلج مسكن خفيف. في ناس بتقول المسكنات يفضل ما تدهاش عشان ما تعملش ماسكينج للالم، فيفضل ان انا ايه اقلل احتياج المسكنات في الفتره الاولانيه لغايه ما نشوف الايه القصه فيها، لكن ممكن ادي حاجه تقلل الورم مع رفع الرجل، مع ان انا احط حاجه الاستيك كده رباط ضغط او الكريب بتاع الكريب الموجود او الانكل بريسر الموجود، وفي بعض الاحيان بحتاج الايه الجبس. تمام. احنا قلنا في الصوره التحتانيه في الاشعه الحاجه اللي عليها العلامات الصفراء الفوقانيه دي، ده اللي رابط العظمتين ببعض. فواحد يجي لي بشكل كاحل شكله كويس قوي والشكل مش مزعج جدا، لكن انا لو انا ما حطيتش ايديا على العظمتين ومسكتهم كده وعملت لهم سكويز كده عملتهم على بعض كده بايديا، لو هو سمح لي ان انا ادوس عليهم الاقيهم بيلعبوا زي البيانو خفيف، لازم ابتدي اشك ان في اصابه مش في الكاحل البسيط. وغالبا بتبقى الصوره مش الصوره الصغيره، بتبقى صوره اصعب بكتير. يعني الصوره المشاكل اللي بتحصل لهذا الكسر بتبقى اكتر بكتير من المشاكل اللي بتحصل في الجزع العادي. لو بصينا في الصوره اللي على الشمال، العظمتين اهم ناحيه الشمال صورة عادية، العظمتين جنب بعض، نبص على اليمين كده نلاقي فيه فراغ ما بين العظمتين، هي دي الإصابة اللي بنتكلم عليها. تمام. فالإصابة دي من الحاجات المزعجة جدا، لو أنا رفيت الرجل ألاقي إن القصة فيها إيه عدم ثبات شديد، ده بيعمل إيه؟ العيان يعدي أسبوع واثنين وستة ويجي يفك الجبس ولا يفك الرباط يلاقي نفسه مش قادر يمشي ويبتدي الوجع يزيد والمشي على الأرض الغير مستوي يبقى سخيف،
وصعب جدا علاجه بعد ايه عدة شهور منه. فيفضل ان انا نشخصه بدري. نشخصه ازاي؟ ان العظمتين بعاد عن البعض في الصوره دي او في الصوره الثانيه. ساعات يبقى الكسر فوق ناحيه الركبه، في يعني الكسر صحيح في الرباط من تحت لكن ممكن يوصل لغايه الركبه من فوق زي الصوره اليمين. ايه الطريقه اللي انا اعالجها؟ الصوره التحتانيه، احط مسمارين يقفلوا العظمتين مع بعض، او احط حاجه زي الحبل كده بشكل معين بتكنيك معين يقفل العظمتين على بعض، يعني اعيد ثبات المفصل. هنا بشبهها بواحد لابس جزمه واسعه. لو حضرتك لبست جزمه واسعه اكيد رجلك هتفضل تلعب فيها. طب وايه المشكله لما رجلك تلعب فيها؟ هتلوي، تبتدي تتلوي التواء متكرر، وبعد التواء متكرر يبتدي العظمه التحتانيه اللي محمل عليها دي تبتدي كل شويه تخبط فوق وتخبط تحت، فيبتدي يحصل تاكل في المفصل وتمهيدا لدمار المفصل خلال عده سنوات. فالكسر ده من الكسور المهمه قوي لازم نخلي بالنا منه. نخش ده خلصنا بعض الكسور. في ناس تيجي شرخ صغير قوي زي عظمه الشظيه، الصوره السام الابيض ده، مشاور على شرخ صغير، فالعيان يجي يقول لي الاشعه دي بسيطه قوي اهي والناحيه الثانيه مش باين فيها حاجه في الصوره التحتانيه، طب نعمل لها ايه؟ وممكن للاسف يعدي على دكاتره كتير في الطوارئ يبتدي يعمل له ايه، لا ده جبس بس ده كبيره، ويسيبه وخلاص على كده. الفكره نفس الفكره اللي قلناها المره اللي فاتت، لما العظمتين بيفتحوا لبعض الكسر ده ليه شكل طولي كده، الخط الصغير اللي مشاور عليه السهم بالظبط. فنحط كل الشريحه الكبيره دي بالمسمار اللي ماسك العظمتين في بعض لهذا الكسر، فده يبدو منطقيا مش مظبوط. بس لو ما اتعملش هذا الكلام، احنا بنشوف عينين كتير جدا الفتره اللي فاتت ما بيتعالجوش صح في هذه الكسور، فهو كسر يبدو بسيط ومعظم الناس تقول ده شرخ صغير نعمل له كبيره وخلاص كده، لكن بعد فتره بنلاقي المشاكل بتبتدي تظهر، ودي حالات كتيره لان المفصل العظمتين بيفصلوا عن بعض، فاصبح الكاحل في سيبان. السيبان ده بيعمل ايه؟ كل المشاكل اللي قلنا قبل كده. صحيح مش هيحصل بكره ولا يحصل بعد شهر، لكن بعد 4-5-6 شهور عام مخفش، ونلاقي الرجل حجمها بقى ضخم، الرجل ليها شكل الكاحل فيه زي وسط صغير كده. الوسط ده نلاقيه بقى ايه؟ اصبح شبه الكرش. فالعظمه بعدت عن بعضها ويبتدي يحصل مشاكل تدميريه في المفصل ميكانيكيا على مدار عده سنوات، يبتدي يحصل تدمير المفصل. خصوصا المفاصل دي يعني هو لو الشرخ حاجه هايفه في عظمه صغيره بس ما عليهاش تحميل تمام، بتبقى ممكن تلقم وتبقى كويسه، انما هو محمل بجسمه كله ومفيش حد بنقول له اقعد ريح مثلا 3 اسابيع ولا شهر ونص، الا لما لازم بعد اسبوع 10 ايام بيروح ماشي عليه ومحمل، فطبعا بتعمل مشاكل جامده جدا. طبعا هنا نخش بقى في طرق بقى التاهيل بعد ما نخلص ايا كان العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي ده جزء مهم جدا جدا لرجوع المفصل لحاله. بعد ما بقعد فتره ما بمشيش، خاصه الناس اللي بيلعبوا رياضه فتره ما بيحملش على رجليه، فتره ما بنمس الارض، بيبتدي يحصل ضعف في العضلات، وضعف العضلات بيخلي التوازن بتاع الجسم مش مظبوط. فمهم قوي دور العلاج الطبيعي ما بعد الايه الاربطه، اصابات الاربطه واصابات الكاحل بالذات، لانها لازم نرجع الرجل تشيل وزن تاني، لان الرجل بتشيل وزن حط عليها تحميل، بتلف بتناور، ليها حركات كتير جدا. فمهم قوي التمرينات اللي بنعملها علشان نرجع حركه المفصل كامله وفي نفس الوقت نرجع القوه بتاعه الرجل. يعني احنا عايزين كده ببساطه بس ايه نقول لهم كده يعني ايه، عشان طبعا هي مكتوب بالانجلش فدي ازاي، هي واضحه من الرسومات بس برك هي هي كموديل بس. انا بوريكم ان لازم نعمل علاج طبيعي يا جماعه. العلاج الطبيعي مهم، ما ناخدوش باستهتار، لان الرجوع العلاج الطبيعي مهم جدا لرجوع الوظيفه. الوظيفه ترجع بعد اسبوع لو انا عملت علاج طبيعي، او اسبوعين ممكن اقعد 3-4 شهور رجليا بيقول لك انا مش عارف امشي بزك على رجليا لان انا ما عملتش علاج طبيعي المناسب. هل لازم العلاج الطبيعي يروح مركز علاج طبيعي ولا مجرد تمرينات بسيطه؟ لا، مجرد شويه تمرينات بسيطه اللي قلنا عليها دي ممكن تكفي. وفي نفس الاحياء وفي بعض الحاجات اللي هي تبقى صعبه شويه اللي فيها تاهيل جراحي بعد عمليه او حاجه، يفضل يبقى في مركز علاج طبيعي محترم يديني الايه يا اما اجهزه مساعده يا اما تمرينات مشي يا اما تمرينات حفاظ على التوازن. الحاجات دي مهمه. هنخش بعد كده بقى في موضوع اللي هو يعني مفيش حد تقريبا، مفيش بيت يخلو منه ومفيش اسره تخلو منه، اللي هو القدم ام فلطحه. ومحدش هيفهمها مفلطحه، دايما بيتقال عليها فلات فوت. تمام، يعني الناس كلها بتنطقها فلات فوت، اللي بيطلع من الجيش والكل بيسعى عليها يسال انا عندي فلات فوت ولا عشان يعرف اذا كان هطلع من الجيش ولا لا. هو في الاطفال الصغيرين الفلات فوت يعتبر شبه طبيعي. ناس كتير جدا من الاطفال الصغار سنه سنتين الاقي رجليها لسه واعيه لان الاربطه ضعيفه والعظم شبه الكاوتش، فهي بيبقى الى حد ما صعب جدا تشخيصها في السن الصغير. لما يبتدي يحصل ماتيوريشن، يبتدي الولد يكبر سنه، يبتدي يظهر يقول لك انا مش قادر امشي في السوبر ماركت، لازم تشيلني، كل ما باجي اعمل مجهود زياده لازم ايه اتشال، ما بقاش يقدر يؤدي الكفاءه بتاعته. يبان اكتر في سن 11-12 كده، اما الولد يبتدي بقى يلعب يبقى نشاطه في اللعبه مختلف عن اصحابه، يبتدي يشتكي، وتلاقي المشيه بتاعته يبتدي بعض العيال تتنمر عليه كده، انت ماشي المشيه دي ايه ليه، لان شكل الكعب في بعض الاحيان بيقلب، يبتدي الكعب يمشي ياخد منظر تاني. لو قلنا الصوره الشمال دي القدم الطبيعي، في قرش وفي الحاجه اللي عليها السهم الاحمر دي مرفوعه. يعني ايه فلات فوت؟ يعني القدم كلها اللي هي عامله كوبري ده وقع. في حاجه تانية اسمها القدم العالي، ان القرش بتاعه عالي جدا، ده مرض تاني مش هنتكلم فيه. فاحنا الفلات فوت ان القدم وقع. نجيب الصوره اللي بعدها. بس قبل بقى بنقلب على الصوره بعدها، الموضوع ده مهم جدا معانا. بس استاذ احمد
نشوف سؤالك. الو السلام عليكم. استاذ احمد معانا؟ طيب يعني حاول اتصال مره ثانيه. اتفضل حضرتك نكمل ثاني. فالقدم المفلطح من الحاجات المهمه قوي نشخصها بدري ونشوف هو المريض محتاج ايه، هل محتاج حاجه ولا مش محتاجها. ناخد الصوره اللي بعدها. ده شكل الكعب، الكعب مقلوب على الجنب زي ما احنا شايفين في الصوره الشمال. في نوعين بقى من الفلات فوت مهمين قوي نفرقهم في سن 11-12. هل لما الولد بيقف على طرطيف صابعه كده زي ما المنظر اللي احنا شايفينه ده، لقينا القرش اتكون تاني، يعني هو لما بصينا في الصوره الشمال القدم واقع باينه بالظبط، تمام. لما وقف على طرطيف صابعه كان القرش رجع تاني، فده بنسميه النوع المرن. النوع المرن ده قصه كامله. وفي نوع تاني لما يقف على طرطيف صابعه وما يجيش، ما يتحولش القرش تاني، ده اسمه النوع الناشف او النوع الايه الريجيد، اللي هو خلاص نشف على كده. النشف على كده ده مرض، بيبقى فيه عظمتين متصلين ببعض، بيبقى فيه امراض معينه تعمل هذا الكلام، بيبقى فيه مشاكل في العضلات، بيبقى فيه امراض عصبيه هي اللي ممكن تؤدي الى لخبطه في القدم. لكن احنا هنتكلم عن نوع المرن الجميل ده. النوع ده اول ما يقف على تطيف صبا يتكون القرش تاني، مع ان الرجل كانت مقلوبه بهذا الشكل اول ما يقف يتكون. غريب وهي واقف في الاول. تمام. طيب معانا استاذ عبد الحميد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا فندم كوسون. طيب اتفضل استاذ عبد الحميد، سؤالك ايه؟ بص يا دكتور، بعد اذن حضرتك، انا حصل لي حادثه، حصل لي كسر، الله يسلمك، حصل لي كسر في الفخذ، كسر مضاعف في الفخذ وشرخ في مفصل الفخذ. وايه وايه؟ وشرخ في مفصل الفخذ. مفصل الفخذ كل ده في رجلي الشمال حضرتك. ايوه تمام. فجيت عملت اول عمليه حضرتك. ايه اتفضل سامعك كمل. جيت عملت اول عمليه حضرتك، ركبوا لي شرايح ومسامير، ركبوا لي 14 مسمار في الفخذ ومسمارين كبار في المفصل. المهم ما نفعتش حضرتك، قعدت 6 شهور وجي قال لك ما نفعتش، لازم نغير مفصل، مفصل كبير عشان ياخد الكسر، الكسر اللي في الفخذ حضرتك. فاهمني يا دكتور؟ ايوه سامعك كمل. تمام. عملت المفصل وغيرته بقالي كده في حضرتك 3 سنين، 3 سنين في الم شديد جدا، يعني في الم شديد جدا. طيب قلنا الرق على العظم اللي مكسور حضرتك، اللي الفخذ شايله، المفصل الكبير شايله، قال لك ما ينفعش. فانا عايش في وجع فظيع، حتى مش عارف المشكله فين عشان احلها. يعني انت بقالك دلوقتي 3 سنين مغير مفصل الفخذ؟ اوكي، مغير مفصل الفخذ وعندي كسر مضاعف في الفخذ برضه، يعني تحت المفصل بحوالي بتاع 7 سنتي. استاذ حبيب عبيد، المفصل اللي انت عملته مفصل ثنائي القطبين ولا مفصل كامل؟ مفصل كامل طويل. مفصل كامل طويل. وشال الشريحه والمسامير؟ شال الشريحه وشال المسامير وشال كل ده حضرتك. تمام. المفصل ده حصل فيه التهاب؟ حصل اي مشاكل بعد العمليه؟ كنت متابع مع الدكتور اللي عمل لي المفصل، كان بيقول لي تمام. اقول له طب انا دكتور تعبان. حصل اي ميكروب؟ تمام. حصل اي ميكروب؟ كان في مشاكل في الجرح؟ كان في صديد؟ في انا عندي عندي مطرح الفتح اللي فتحوه دكتور في كدمة سودة كده. لا مش كدمة سودة، قال له تروح لدكتور جلدية. وقت العملية حصل صديد في العملية اللي هي بتاعت المفصل؟ لا ما تقريبا حصلش. في حاجة اسمها علامات الالتهاب، بنعمل تحاليل معينة اسمها تحاليلات علامات الالتهاب، سرعة ترسيب وربورتين سي، وساعات بنحتاج حاجة اسمها مسح عضب. لو طلع حاجة من الحاجات دي عالية يبقى غالبا المفصل ده فيه التهاب، الميكروب موجود أو في ميكروب هو اللي مسبب الألم، وده أشهر حاجة. أو القصة الثانية يبقى المفصل نفسه مش معمول صح، أو يعني تثبيته مش مظبوط، او المفصل خد اوضاع مش صحيحه. فيجب تقييم المفصل كمفصل، هل المفصل في الوضع الطبيعي بتاعه، في الوضع الصح بتاعه، لان ده قصه ميكانيكيه بحته، ولا في مشكله في المفصل حصلت نتيجه التهاب، والالتهاب مش قوي لدرجه انه يعمل صديد وخراج ويفتح على بره. فالحاجتين دول النقطتين اللي تمشي فيهم، هتعمل تحليلات لتقييم هل في ميكروب ولا لا. ساعات بنتحتاج حاجه اسمها مسح عظم نقيم اذا كان في ميكروب. لو ما كانتش القصه دي كلها يبقى القصه ميكانيكيا، دكتور تاني يقيم الفيلم بتاع الإشعة على المفصل ونشوف، وياريت يبقى كذا إشعة مش إشعة واحدة. هعمل إشعة النهاردة وإشعة بتاعت 6 شهور سابقة وسنة سابقة، ونقدر نعرف هل المفصل ده في مكانه ولا حصل عدم ثبات أو. تمام. أنت عندك كم سنة؟ عمرك قد إيه؟ أنا عندي 32 سنة. دي هي المشكلة في السن الصغير، يعني المشاكل السن الصغير إن أنت عايز ترجع طبيعي. مش عارف أشتغل يا دكتور والله. أنت يا أستاذ عبد الحميد عايز ترجع طبيعي. كلمة مفصل صناعي ده أنا مش برجع طبيعي، المفصل الصناعي ده بيتعمل للناس الكبار اللي هو 60 و70 عشان يكملوا حياتهم. فالفكرة إنك أنت ده مش زي خلق ربنا، فأكيد المفصل الصناعي مش بالكفاءة بتاعت الناحية التانية، يعني ما تجيش تقارنه. حتى يا دكتور يعني نرجع نص الأول، مش هقول لك ما تقارنوش بالناحية التانية، هي دي النقطة اللي عايز أوصلها لك. يعني لو هو ألم بسيط وأنا مستحمله وعايش حياتي وبشتغل شغلانة إلى حد
حد ما كويسه والمفصل ميكانيكيا كويس والتحليلات كويسه فما نفكرش في حاجه بدل ما تحتاج عمليات ثانيه احنا في غنى عنها. هو اكيد مش زي الناحيه السليمه، لكن المفروض الالم يروح طبعا حقك، فما تسيبش الموضوع عشان ممكن يكون فيه التهاب بسيط هو اللي ايه عامل القصه دي. حتى رجلي زادت 5 سم يا دكتور. طب ممكن يكون طول، ما ده اللي بتكلم فيه، لو المفصل ميكانيكيا مش مظبوط والرجل زادت، ما هو ده معناه ان المفصل طول الرجل، يبقى انت كانك ماشي على موتوسيكل عجله منفوخه وعجله مش منفوخه، يبقى التوازن مش مظبوط. فمهم قوي اعاده الرجل لطبيعتها، فلو الخمس سنتي دول هم اللي فارقين ممكن احط حاجه في الرجل السليمه اعليها، يبقى انا كده بعيد التوازن. لازم حد يقيمك كويس يعني حاول تفهم من كذا حد هو ايه المشكله، هل هي قصه ميكانيكيه ولا قصه ميكروب في المفصل. طيب هنرجع تاني للتفلطح المرن اللي احنا دي الاساس، وده اللي بيبقى موجود عند المراهقين، وده اللي هو السن اللي فيه حركه ونشاط ولعب وحاجات زي كده. نبدا بقى نشخصه ازاي تفلطح المرن. الطفل بيشتكي يعني تفلطح مرن بدون شكوى ما لهاش اي معنى، لان حوالي 10% او اكتر من خلق ربنا عندهم تفلطح في القدم وما بيشتكوش من اي شيء على الاطلاق، وتلاقي اسر كامله كلهم عندهم تفلطح. امتى بقول ان انا محتاج اعمل حاجه؟ اقول ان انا محتاج اعمل حاجه لما احس ان الرجل الطفل بيشتكي او الشاب الصغير ابتدى يشتكي، انا متميز في الرياضه، انا بقيت في منتخب الفريق الفلاني ومحتاج ان انا العب بكفاءه كامله زي اصحابي. لا ساعتها ما ينفعش ان انا ايه اسيب الطفل ده، لان في ناس بتقول لا ده الولد بيتدلع. لا الولد مش بيتدلع، هو عنده الم بجد. فالالم ده بيجي امتى؟ ودايما الشكوى بتيجي، الالم بيجي بعد فتره طويله من اللعب. الفتره الطويله دي قد يكون اصحابه بيلعبوا 3 4 ساعات ما بتعبوش، لكن هو بعد نص ساعه بيقول انا مش قادر اكمل. فدي نقطة مهمة قوي الأمهات والأبات يخلي بالهم منهم عشان من إيه ما نسيبش الشكل الصغير. في أماكن معينة للألم يعني هو الولد لما يجي يشتكي لبابا وماما هو أكثر شكل الإرهاق، مش قادر في منطقة القدم من تحت ومنطقة الداخلية بتاعت القدم اللي هي اللي رفع القرش، القرش ده مرفوع هو كوبري، فالكوبري مرفوع بعضلات، العضلات دي لما تسقط سنة يبتدي يتحمل عليها زيادة، فيبقى دايما ألم أكثر في الجنب الداخلي في القدم، وساعات يبقى في منطقة الكعبة برضه. تمام. طب نعمل إيه ساعتها؟ حد يشوفنا. ولو حد يشوفنا في طريقة جديدة كده حلوة في الصورة اللي موجودة هنجيبها، زي بصمة الصباع، بنحط حاجة اسمها بصمة القدم، بنحط الرجل على حاجة ازاز كده ونشوف ضغط الرجل، لان الرجل لما بتقلب لبرة يبتدي التوازن بتاع الرجل مش مظبوط. فالتوازن ده بيتحول الى نقاط تحميل على القدم مش مظبوطة، النقاط دي بتبتدي تعمل تأخير في المشي، تأخير في الحركة، تأخير في رد الفعل، تأخير حتى في الرياضة، ولك انا مش قادر العب بعد فترة، مش قادر العب بالكفاءة بتاعتي. فدي مهمة قوي ان انا نعيد التوازن زي الرجل التاني. بالظبط. طيب على بال ما نشوف الصورة، في معانا استاذ جهاد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا يا فندم. سؤال حضرتك ايه؟ انا كفوف رجلي او اتجمش عليه من فوق، كف رجلي من فوق من العين، ما اقدرش ادوش يا دكتور تيبس معايا. يعني كف رجله من فوق عند الغويشة، يعني مكان الكاحل او الغويشة بيسموها، من جهه الكعب مكان الخلخال بتاع الست. ايوه يا دكتور. تمام، هو ده المكان اللي بيضايقك. ايوه يا دكتور. تمام. لما بتقف على يعني لو بتقدر تجري او تقدر تاخد خطوه سريعه؟ لا ممكن اكذب على بسيط كده يا دكتور، انا سني كبير يعني ما اقدرش. عمرك قد ايه؟ ربنا يديك الصحه. 62. تمام. في املاح، في نقرس، في مشاكل في البول؟ لا كان عندي الاول قطع وتر في رجل الشمال. انهي وتر اللي مقطوع؟ الكف في الركبه. وتر العرقوب يعني؟ في الركبه. ايوه بيسموه الوتر الهلال، قالوا له الوتر الهلال مقطوع. في الركبه؟ ايوه في الركبه. لا ده حاجه ثانيه، انا بتكلم وتر العرقوب من تحت ده، في اي اصابات قديمه؟ لا يا دكتور. خدت ابر فيه او شيء؟ لا ما خدتش. طيب هي القصه منطقه العرقوب دي ومنطقه الخلخال دي هي المنطقه اللي ماسك فيها الوتر الرئيسي اللي بنسميه العرقوب او تندو اكيلس. الوتر ده وراح على الصوابع. تمام. الوتر ده هو المسؤول عن التحميل بتاع الرجل على القدم. اكتر حاجه تجيب اصابه فيه يكون في خشونه حصلت في العظمه اللي فوق او التهاب وراه. من الحاجات اللي ليها علاقه مباشره الاملاح والنقرس والحاجات دي، فدي مهم قوي نطمن. البروستاتا لو فيها مشاكل ممكن تعمل الام في المنطقه دي، لو عندي مشاكل فيها يفضل علاجها ايه؟ صح. النقطه الثانيه نعمل اشعه عاديه نطمن احسن، يكون في تكلس في الايه في الوتر ده. هيبان فيه اذا كان في تكلس في الوتر، وممكن يبان اذا كان في حاجه اسمها شوكه الكعب اللي يطلق عليها شوكه الكعب، فقد يكون الاثنين موجودين. علاجهم ادويه لفتره طويله، علاج طبيعي، ما تخليش حد يضربك ابره اطلاقا في الوتر العرقوب، لان انا خلال الشهرين 3 اللي فاتوا 6 7 عمليات
الوتر بيفرقع من الابر، مفيش حد يضرب حد يا جماعه في العرقوب ابر كورتيزون لانها ليها مشاكل غير عاديه، بعد 6 شهور سنه الوتر يفرقع. تمام ماشي يا فندم. شكرا. معانا استاذ سامي. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ سامي، اتفضل حضرتك سؤالك. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. والله يا دكتور انا نزلت من مكان قفلت كده من مكان مرتفع تقريبا متر على طوبه، فجات الطوبه تحت الكعب بتاع رجلي الشمال، فما اعرفش هي لوت الرجل، فما اعرفش حصل عندي كسر. رحت المستشفى الطوارئ قال لي كسر وعمل لي في رجلي. حضرتك قال لي حضرتك كدمه ولا قال لك ايه؟ كسر. قال لي كسر حضرتك، كسر في العظمه اللي انا بحمل عليها، عظمه التحتانيه. تمام الله يبارك فيك. تمام. قال لك شرخ ولا كسر الدكتور؟ قال لي هو اللي في الطوارئ قال لي كسر، وعمل لي جبس لرجلي وقال لي شهر ونص راحه. تمام. فطبعا رحت قال لي هتيجي عياده بعد 10 ايام وتروح عيادات خاصه في المستشفى. تمام. رحت حضرتك فالدكتور قال لي هنعمل إشاعة. أيوة. على 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 مكان الإصابة وهي زي ما هي متجبسة. فالدكتور عملت الأشعة، الدكتور قال لي أنا مش شايف حاجة، وبالتالي تعالى الأسبوع الجاي علشان نعمل أشعة تانية. تمام. هنشيل الجبس وهنعمل أشعة على الرجل مباشرة. ماشي. فبرضو فكيت الجبس النهاردة حضرتك، لسه النهاردة يعني النهاردة أسبوعين من الكسر. اسبوعين النهارده بالظبط 14 يوم. طيب هي نقطه مهمه قوي، اي حد وقع من ارتفاع عالي بنسبه كبيره جدا العظمه اللي محمل عليها الرجل اللي هي عظمه الكالكينيوس بتتكسر. الكسر ده لو جاي ناحيه سطح مفصلي زي ما قلت الوليد، الدكاتره في الطوارئ هو شخصك فقط وحط لك الاسعاف الاولي. الدكتور الثاني المفروض كان يعمل الاشاعه اللي هو عملها لك، بس عملها على الجبس ما شافش، فالنهارده عملها على من غير جبس. يفضل نعمل اشاعه كمبيوتر. اشاعه الكمبيوتر بتبين اذا كان الكسر ده واصل للسطح المفصلي ولا لا. كل 10 عندهم كسر وقع من ارتفاع متر فما فوق، 9 بيحتاجوا عمليه، فرقم كبير قوي. لان لو عملتش عمليه يبتدي يحصل الم في القدم والكاحل من تحت، ويبتدي العظمه نفسها اللي محمل على الرجل تعرض. لما العظمه بتعرض بيبقى التحميل مش مظبوط، خلال 6 شهور سنه سنتين ابتدي اخش في مشاكل غير عاديه. فلو سمحت اعمل اشعه كمبيوتر، طلع ان الشرخ صغير في مكانه، هتكمل بنفس الطريقه ما تلمس الارض كبيره او جبس لغايه ما الكسر يلم، والكسر بيلم. الكسر بيلم. اعمل اشعه كمبيوتر على مهم قوي، اشعه كمبيوتر على مكان الاصابه، على مكان الاصابه. حاجه من اتنين، في كسر بعيد عن بعض ومتباعد يجب اجراء عمليه. العمليه تكنيكيا صعبه لدكاتره كتير، فعشان كده الناس تقول لك لما احطها في جبس وخلاص. لا، دي مهمه جدا، فالله يكرمك ما تعديهاش اسبوعين، ما فيش اي حاجه خسرتها. معانا 4-5 ايام، اسبوع كمان حتى لو لقينا الكسر متباعد فالعمليه افضل بكتير. لو طلع فيه كسر متباعد بدل ما نقول يا ريتنا كنا عملنا العمليه، فتعمل كمبيوتر. قال لك لا، الكسر بسيط في مكانه، شرخ صغير ولا حاجه. قال لك الكسر فيه تباعد سنه، روح لحد يعمل لك عمليه. هو بس بكمل الكلام استاذ دكتور ياسر بيه، ان في الحالات دي لو سمحت بعد اذنك زي ما دكتور ياسر بيه قال لك، الحته دي صعبه شويه على كثير من الاطباء، فممكن طبيب يستسهل يقول لك هنحطها لك، يعني هو يكون في كسر ومتباعد ويقول لك هنحطها لك في جبس. دكتور ياسر بيه اشار ان ما دام هي محتاجه عمليه ممكن تروح مستشفى جامعي، يعني انت في سوهاج في هنا في اي حته روح مستشفى جامعي، هيكونوا متخصصين اكتر ويقدروا يعملوها لك، وطبعا بالمجان. واحنا معانا اسبوع، فيعني بعد اسبوع هتبقى الدنيا اصعب بكتير، فيفضل خلال السبع ايام الجايين اشعه كمبيوتر يتم تقييمها تقييم مظبوط، واي مستشفى جامعي جنبك هيحلوها باذن الله بسهوله ان شاء الله. طيب هنرجع تاني بقى نشوف الصوره بتاعت النقط. المفروض اللي حضرتك قلت لما بناخد بصمه القدم على لوح الازازه هتبان فيه نقط، هيعرضها لنا دلوقتي الصور اللي توزيعة النقط دي نقدر نعرف هي ظهر فيه دلوقتي. تمام. الرجل دي المنظر اللي هو اللي فوق ده شكل الجهاز، انا حطيت رجلي على جهاز وبقيس التحميل بتاع الرجل شكلها ايه. في الصورة التحتانية في الوسط الرجل الشمال شكلها ايه، كبير شوية اهو، والرجل اليمين الحتة اللي انا ما بحملش عليها اللي هي عالية باينة في الصورة التانية. تحميل بقى الحاجات النقط الحمراء والصفراء والبامبة دي عبارة عن ضغط مش مظبوط على هذه الرجل. طيب بعد عملنا اللي هنعمله بصينا على الناحية التانية، دي نفس المريض بعد العملية تقريبا الاثنين بقوا شبه بعض. بالزبط. يبقى انا كل اللي بعمله في القدم المفلطحه مش ان انا بغير الشكل، لا انا بعيد التوازن زي ما الرجل التانية. يعني ده كان بالصدفه عيان عنده ناحيه واحده فيها فلات فوت اتعملت واصبح الضغط مظبوط. ناخد الصوره بعدها. طب انا ما عملتش كده تتاكل، يحصل تاكل زي كاوتش العربيه الزوايا مش مظبوطه، يبتدي يحصل فين تاكل في المكان اللي عليه التحميل غلط، فالتاكل ده بيبتدي يدمر الرجل على المدى البعيد. صحيح مش هيحصل بكره لبعده، بس بيحصل على
العمر البعيد. قدام على المدى البعيد، فيفضل اعاده الايه الزوايا الى اصولها حاليا يعني دايما في اللي هي الصوره اللي بعدها الفلات الفلات فوت المرن، هل ده بيبقى دايما اكتره ناحيتين بايلاترا ولا ناحيه واحده؟ بيبقى دايما معظمهم ناحيتين، بس ساعات بيبقى ناحيه اكتر من الثانيه. احنا ممكن نشتغل على ناحيه واحده لو هي اكتر. بالظبط كده. انما هي بس بنشوفها كتير في رجل واحده غالبا. رجل دي تعرضت لاصابه قديمه، الرباط نفسه الداخلي بيبقى حصل فيه اصابه، في اربطه معينه اسمه الرباط سبرينج ليجامنت، ده نوع من الاربطه بيبقى مسؤول، او العضل نفسها حصل فيها ضعف بسيط فيبتدي يحصل في ناحيه اكتر من الثانيه. تمام. طيب دي بقى اللي هي بقى يعني الحاجات حاجه بسيطه جدا جدا. احنا دلوقتي عايزين نرجع القرش بتاع القدم. قرش القدم في الصوره الفوقانيه عباره عن عظمه فوق وعظمه تحت، عايزين نرجعهم بالشكل الطبيعي، فبنجيب حاجه زي السداده كده، مسمار صغنن بالشكل اللي موجود ده، بنحطه ما بين العظمتين. انا بشبهه بسداده الباب، زي سداده الباب اللي بحطها عشان تمنع الباب ان هو يخبط في الحيطه. فاحنا بنعمل مسمار يمنع الرجل انها تسقط. بعد الرجل حط مسمار في مكان معين، مكان ده بسيط جدا، عمليه بسيطه، جرحها 3 سنتي او 2 سنتي، بنعملها ببنج خفيف تقريبا 10 دقائق ربع ساعه تحت جهاز الاشعه. وبعد ما نعمل العمليه العيان اسبوعين بالكتير يبتدي يحمر على رجليه، فهي ما فيهاش تكسير وما فيهاش حاجه، تكفي في حد ذاتها في بعض الشباب الصغيرين 12-13. وساعات نحتاج لها حاجه تانية لو نجيب الصوره اللي بعدها بعد اذنك. بس انا سؤال بس قبل ما نشيل الصوره دي، هي فيها برضو نفس الصوره بس نجيب الصوره اللي بعدها بعد اذنكم. الرجل شكلها اللي فوق اهي، فوق وتحت، ده شكل الرجل. تمام. هنحط المسمار بتاعنا اللي حطناه. ساعات ما بيبقاش كافي ان انا احط بس المسمار، فاحتاج اكسر العظمه. في مسمار في الصوره الفوقانيه. أيوة. رقم 3. المسمار ده انا كسرت العظمه اللي الاخ كان بيسال عليها استاذ حميد اللي وقع عليها اتكسرت، هي دي العظمه اللي اتكسرت. انا بكسرها واعدلها. الكعب ده اللي حضرتك شايفه في الصوره يعني الشمال طالع لبره خالص، طالع لبره خالص، دي صوره الاشعه بتاعته، انا خدته كده وحولته كده اهو في الصوره، حطيت كسرته وعدلته وحطيت له مسمار واصبح بالشكل الايه طبيعي ده عيان لسه عامله قريب. تمام. ده الشكل بتاعه اهو بالمسمار بتاعه بالايه بالمسمار الداخلي اللي قلنا عليه السداده. يبقى السداده عدلت الرجل والمسمار التحتاني خد كل الكعب وعدله. لان انا لما بعمل مجرد العمليه الاولانيه ان انا احط السداده فقط او الارثروريسس فقط ممكن تفشل، لان الرجل لسه فيها الشكل الايه المعوج ده. فيفضل التقييم، وساعات ما بيبقاش ده بس، محتاجين حاجات اخرى، نكسر عظمه تانية ونعدلها. المهم ان انا نرجع الزوايا زي ما ربنا خلقها. فهي بنسميها على كارت اوبريشن. انا بعملها زي ما اروح المطعم كده اقول له ايه هاكل كذا اختار. فهي مش اختيار واحد، باختيار البسيط العمليه البسيطه، وفي حاجات خيارات تانية كتيره بنعملها بعد كده لو احتاجناها لغايه ما نرجع الرجل للشكل الطبيعي بتاعها. طب هي الاختيار البسيط لو المسمار ده او السداده ديت، بنقدر نعرف احنا محتاجين حجم قد ايه بالظبط؟ سؤال جميل قوي. واحنا جوه العمليه عندنا حاجه زي تجربه كده، بنحط مسامير تجربه معاها عمود كده، بنحط المسمار الاولاني او التجربه الاولانيه ونشوف هل الرجل بتقلب ولا لا. لا يبقى لا، لسه الرجل بتقلب، يبقى نحط المقاس اللي بعده. تمام. زي بالظبط صاموله كده بحطها على حاجه لغايه ما تظبط الصاموله. فكل ما بحط واحده بحاول الف الرجل، بحاول الف الرجل لغايه ما الاقي الرجل خلاص بطلت تقلب تاني خلص. يبقى ده المقاس بتاعي. بشيل الجهاز اللي اسمه دايليتور او اللي بيوسع مكان المسمار واحط المسمار بتاعي. كان زي التوسيع عندنا، زي التوسيع بالظبط. حضرتك بتحط لغايه ما تحط قسطره المقاس الفلاني، احنا بنحط لغايه ما نشوف المقاس. عشان كده تعرفت ازاي المقاس المناسب. احنا كان معانا استاذ احمد بس مش عارف اذا كان لسه معانا على التليفون. طب استاذ محمود، الو، السلام عليكم. السلام ورحمه وبركاته. اهلا وسهلا استاذ محمود، ازي حضرتك؟ سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ رجلي الشمال وجعت عليها من 10 سنين وكان تمزق في الاربطه. صوت حضرتك مش واضح. اطفي التلفزيون وكلمنا من سماعه التليفون لو سمحت. رجل الشمال. رجلك الشمال مالها يا فندم؟ وقعت عليها من 10 سنين وكان تمزق في الاربطه. تمام. فلسه بتوجعني لغايه دلوقتي. العمر قد ايه؟ ده الموضوع كله بتاع الحلقه. العمر قد ايه يا فندم؟ 55 سنه. تمام. من عندك سكر؟ لا. تمام. في املاح؟ في نقرس؟ في نقرس كعب رجل الشمال برضه. تمام. هو النقرس من الحاجات الاساسيه اللي تخلي بعد 10 سنين لو في اصابه جامده كانت الرجل خدت شكل مختلف، كانت خلتك مش عارف تمشي. فيعني بالترتيب احنا نعمل اشعه عاديه على القدم، اشعه عاديه ابيض واسود عاديه خالص، نقيم بيها شكل الرجل، هل الرجل تعرضت لاصابه واضحه ابتدت تاثر في الميكانيكا بتاع المفصل، وفي نفس الوقت نطمن على وجود التهاب في الاملاح، نقرس، صديد في البول، الحاجات دي كلها ليها علاقه بمنطقه القدم. ده انا بعتبر القدم شبه فلتر الكلى كده، هو علامه ان في مشاكل في حاجه ثانيه في جهاز اخر. فالحاجتين دول مهمين، طلع ان الاملاح كويسه ومفيش مشاكل، او طلع انها عاليه فخدت علاج خفيت، دي قصه، او القصه الميكانيكيه ان الرجل فيها مشكله في المفصل نفسه. المشكله دي قد تكون عدم ثبات، يعني الرجل بتلف بشكل مختلف، دي محتاجه الدكتور بتاع قدم يتطمن عليك لان ليها فحص معين بنطمن على الاربطه.
او بنحتاج اشعه اللي اسمها رنين تبين لي شكل الاربطه، بس بعد الاول ما ناخد الابسط، الابسط اشعه عاديه وتحليلات، لقينا فيهم حاجه واضحه نمشي في المشوار بتاعها، لقينا الدنيا مش واضحه بنعمل رنين. الرنين بنسبه كبيره جدا هيقيم لي احنا فين، فوق 70-80% هيطلع لي المشكله اللي هي بقى لها 10 سنين، والفحص الاكلينيكي بواسطه طبيب قدم وكاحل هيديك الصوره كامله. الصوره دي لو هي طلباتي عاليه وانا محتاج اشتغل في ارض غير مستويه وعندي شغلانه محتاجه حاجه، ساعات يبقى ليها تدخلات جراحيه لو في عدم ثبات او في الم او او او. طيب احنا عشان الوقت قرب يخلص، فاضل لنا 5 دقائق، عايزين نتكلم ان شورت كده بسرعه على اللي هي التهابات الحمض البوليك. دايما الناس تقول لك انا عندي نقرس وكعوبي بتوجعني قوي 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 قوي، وازاي نفرق الالام بتاعتها من الام الدوالي من الحاجات دي؟ في الصوره اللي موجوده دي احنا حاطين النقطه، الصوره الشمال النقطه التحتانيه دي، دي المنطقه بتاع الغشاء اللي مبطن القدم اللي يطلق عليه بالايه باللغه العاميه شوكه الكعب. العرقوب من ورا في الصوره اليمين، النقطه اللي هي الفوق دي، النقطه دي هي المكان اللي ماسك فيه وتر اكيلس في العظمه. النقطتين دول من اماكن مشهوره جدا اللي بيترسب فيهم الاملاح النقرس او البلورات النقرس بالاضافه للصباع الكبير. فالنقاط دي مهمه قوي تبقى في دماغنا لما نيجي نتكلم على حد بيشتكي من وجع في كعبه او وجع في القدم. نقاط الالم مهمه، هو الوجع فين؟ النقطه الثانيه هو الالم بتاع الاملاح ده بيجي امتى؟ اكتر بيجي الصبح اول ما اصحى من النوم. يعني المفروض ان انا ما اعمل مجهود زي الولد بتاع الفلات فوت اقول اي بعد ساعه، لا ده بيقول اول ما المس الارض الصبح احط رجلي على الارض بحس ان عندي الم. الالم ده اماكنه مختلفه، قد يكون الصباع الكبير، قد يكون شوكه الكعب في منطقه القدم من تحت، او قد يكون العرقوب. فدي علامه مميزه قوي، الالم ده يجي الصبح اول ما اصحى من النوم، يستمر 5 دقائق 10 دقائق، وده اللي انا بقول انا اتحسن ولا لا. الالم كان 10 دقائق بقى 3 دقائق الصبح، يبقى انا اتحسنت. الان كان ربع ساعه بقى دقيقتين، ده معناه التحسن. فهو عباره عن ترسبات باللون، تيبس بيحصل كريستال ديبوزيشن في النقطه اللي موجود فيها الايه التقاء الوتر بعظمه. المنطقه دي اللي بنسميها منطقه التقاء الوتر بالعظمه، المنطقه دي من الاماكن اللي بترسب فيها الاملاح. طب هل ممكن من بعض شكاوي الناس ان يقول لك ان لما حمض بوليك بيزيد عندي الاقي زي ارتكاريا في رجلي من تحت، يعني هرش 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 في الكف رجلي، ولا دي ملهاش علاقه؟ لا اعتقد ملهاش علاقه. يعني خلي بالك برضو حكي ان يعني 20% مثلا او 30% من المصريين عندهم سكر، فالسكر بيبقى معظمهم مش مظبطينه، فبيحصل التهاب في العصابة الطرفية. التهاب العصابة الطرفية جاي معاه نقرس، لان غالبا الكلى بيحصل فيها برضو اصابات. فلما تحط الاثنين مع بعض، فالعام بيشتكي من وجع في كعبه وعنده تنميل في صوابعه بالاخر. انا دايما اي عين قدم بفحص له الاحساس، بجيب قطنه كده احطها من فوق لتحت واقول له انت عندك قدم سكري، درجته من اول الصابع كده الحته دي في خطر، او لغايه الخلخال في خطر، او على حسب الدايركشن بتاعه عشان حتى نبهه. فمهم قوي نركز في النقطه دي، ان الاحساس قد يكون الاحساس بالهرش او الحاجه دي غالبا ده حاجه عصب. ما هيش غالبا بتبقى حاجه عصب، غالبا بتبقى حاجه مش مالهاش علاقه بالنقرس، بتبقى حاجه غالبا ليها علاقه بالتهاب العصابه الطرفيه ايا كان سببه ايه، اشهره طبعا السكر. طيب احنا في الغالب بناخد علاج دوائي للنقرس، تمام. امتى نلجا للعلاج الجراحي لو لا قدر الله احتاج؟ قليل قوي، قليل قوي قوي. يعني معظم الناس اللي عندها نقرس مجرد تظبيط النقرس بنسبه 95% بيحتاجوا بيخفوا. يعني كلام انا يعني يمكن ما عملتوش بقالي سنين، ان ممكن ندي ابره في المكان اللي فيه الالتهاب، ابره كورتيزون في المكان اللي فيه التهاب اللي هو بتاع الصباع الكبير بالذات لو الالم مبرح. بس معظمنا بنستخدم كولشيسين او اي نون سترويد العنيف، والعام بيخف يومين ثلاثه بيتحسن جدا جدا. يعني طبعا الوقت جري بسرعه مع حضرتك، بس القعده ممتعه جدا جدا، واستفدنا كتير جدا من معلومات حضرتك. فيعني عايزين كده يعني نصيحه اخيره من حضرتك للناس، عشان طبعا يعني بصفه عامه بالنسبه يعني نقول لهم كده نصيحه عامه، ايه الوقايه من التواء الكاحل والحمض البوليك؟ ما لعبش الا لما اكون جاهز للعب، ما لعبش على ارض مش مظبوطه، دايما اخلي بالي من الارض لان للاسف في حفر كتير والارض مش مظبوطه، فدايما مركز في التعامل مع الارض. لو حصل اصابه ما تاخدهاش باستهتار، لان الاصابه اللي بتاخد باستهتار ليها مشاكل غير عاديه. صحيح مش لازم تحصل لي، بس ليه احط نفسي في مشكله كان ممكن علاجها سهل. فما تستهترش باصابات الكاحل، لان بقينا نشوف اصابات كتيره جدا بتعمل مشاكل في المستقبل. المستقبل ده قد يكون 6 شهور وسنه، تمام. اي حد وقع من ارتفاع عالي لو سمحت اكشف عند حد غير الطوارئ، شوف حد، لان الكسور الكاحل موسم النخل وموسم طلوع النخل والكلام ده، العيان اللي بيقع من ارتفاع ده بيحصل مشاكل كتير جدا جدا. فلو سمحتوا ما تعالجوش نفسكم، حد ايه يقيم، وهو اللي مسؤول ايه على الامانه تبقى عنده. طيب وبالنسبه للحمض البوليك، حمض البوليك اهم حاجه ظبط تظبيط الاكل، وانا بقول للناس كلها اشربوا ميه. يعني شرب الميه دي مهمه قوي، مهمه قوي. الميه بتجيب نتائج رائعه بصراحه، تقريبا نص القعده بتكلم فيها اشربوا ميه يا جماعه، اشربوا ميه، لان حاجه مهمه جدا بتجيب جدا. يعني كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وحقيقي بجد انا استمتعت بوجود حضرتك معايا، واعتقد مشاهدين كلهم قدرنا نجاوب لهم على كل اسئلتهم. في نهايه حلقتنا بنتقدم بالشكر استاذ دكتور ياسر عبد الفتاح، استاذ
جراحه العظام كليه طب القصر العيني. شكرا جدا دكتور ياسر، نورتنا وانستنا، ونكون وصلنا لنهايه حلقتنا ان شاء الله. الاعاده بتبقى بالليل ان شاء الله، وبتتعاد تاني بكره الحد. نشوفكم ان شاء الله لو ربنا حيانا وكنا في عمر بقيه يوم السبت القادم من 2-3 ظهرا على الهواء. الى اللقاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.